السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. وحشيني جدا يا جماعة. النهاردة هنعمل حاجة جميلة كلنا بنحبها زي ما انتم عارفين طبعا، الغريبة. هنعملها بطريقة سهلة جدا، مش هتاخد معانا اي وقت. يلا نشوف هنعملها ازاي ونقول المقادير. هحط كوباية ونص سكر بودرة هنا في الماشين بتاعتي، وانزل عليها بكوباية ونص الزبدة بتاعتي او السمنه. انا حطيت سمنه، انا بحب السمنه عشان انا مجهزاها. هشغل الماشين عليها، المكنه بتاعتي على الهادي جدا لحد ما الزبده تبقى مع السكر يندمجوا مع بعض. وبعدين اعلي السرعه شويه بشويه. بعد ما يندمجوا مع بعض هنزل ببياض البيضه بتاعي. انا حطيت 2 بياض بيضه. دلوقتي ببياض البيض بتاعي بالشكل ده، وعلي السرعة شوية بشوية. وبعدين هنزل بالفانيلا بتاعتي، واحدة فانيلا معلقة واحدة، وبعدين هنزل بالدقيق بتاعي. دلوقتي هي جاهزة اني انزل عليها بالدقيق. هحط 2.5 دقيق، 2.5 كوباية دقيق بالشكل ده. هنزل عليها بالتدريج وابتدي برضو اسرع ازود السرعه. النهائي الغريبة بعد ما عملناها خلاص كده جاهزة. ممكن اشتغل عليها دلوقتي وممكن اشيلها زي ما انا عاوزة، مفيش مشكلة. انا خلاص هشتغل عليها دلوقتي، يلا بينا. السلام عليكم، ده شكل الغريبة عندي زي ما انتم شايفين. انا ابتديت اشتغل عليها، حطيت فيها لوز، حطيت فيها الحاجات الجميلة، الزبيب بتاعنا احنا اللي بفضل فضلت ادور عليه لحد ما جبته. ده بتاعنا برضو اللي موجود هنا جبته. هضيف عليها اي حاجة انا بحبها، وبعدين هخلص ادخلها الفرن. هتقعد حوالي 10 دقايق مش اكتر، واحطها على نار متوسطة. يلا نكمل يا جماعة. ده الشكل النهائي للغريبة، ما اخدش مننا كله تسوية وتجهيز ربع ساعة. هي روعة تحفة وناعمة جدا، ريحتها خطيرة، كل حاجة فيها جميلة. اتمنى تكون عجبتكم يا جماعة. انجوي.